أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. الحق ما شهد به الآخرون. ربما تطالعنا هذه الكتابات لمفكرين كبار على مستوى التاريخ وعلى مستوى الأمم المختلفة. يقول العقاد في واحدة من أهم كلماته: حينما انتشرت المعارف الإسلامية والعربية أصبح الغرب مستشرقين، ومن هنا جاء الاستشراق لدراسة الإسلام، لدراسة أحوال العرب. هناك أيضا دراسات تخصصت في دراسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودراسات عن الإسلام. ربما كان هناك بعض الآراء التي تقول إن هذه الدراسات الاستشراقية كانت تنضح بالكراهية، إلى أن البعض يقول إن هناك كتابات كانت منصفة. من هذه الكتابات التي استمعنا إليها منذ قليل، مايكل هارت في كتابه الخالدون 100 أعظمهم محمد، سيدنا عمر يأتي في منتصف هذه الكتابات. أيضا لابد وأن نقف عند هذه الكتابات الاستشراقية ومدى خلق صورة ذهنية لدى الآخر من هذه الكتابات. إذن الاستشراق في الميزان، وماذا كتبوا عن سيدنا وعن الإسلام في هذه الفقرة، في هذه الحالة، في هذه اللحظة التاريخية التي نحتفي بها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في مستهل هذه الفقرة أن أسعد بالترحيب بالدكتور عبد الرحمن عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. ومعي أيضا فضيلة الشيخ مبارك حسين الإسناوي، المعيد بكلية اللغات والترجمة. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسلامة. الله يكرمك. الدكتور عبد الرحمن، الاستشراق أحيانا البعض يتكلم عنه كأنه كله شر، وكأن كل ما كتب كانت كتابات تنضح بالكراهية. طب الكتابات اللي احنا سمعناها دلوقتي، تولستوي، توماس كارليل، مايكل هارت، لامارتين، جوتا، إذن الاستشراق في الميزان كيف تراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، واجمعنا وإياهم في مستقر الرحمة يا رب العالمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا نحن نهنئ أولا الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة، ذكرى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تأتي في نفس الوقت متوافقة مع احتفال الإخوة المسيحيين أشقائنا في الوطن وفي العالم كله بالمسيح، بميلاد المسيح عليه السلام. واسمح لي أشكرك على هذه اللفتة الطيبة. بارك الله فيك. فالأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهدفهم في هداية البشرية والرسو بسفينة النجاة إلى الأمان هدفهم واحد، واتجاههم نحو من خالقهم نحو من أرسلوا إليهم واحد بإذن الله. وإن شئتم فقرأوا لخالد محمد، خالد معا على الطريق محمد والمسيح. نعم. أما الحركة الاستشراقية التي بدأت في الغرب الأوروبي، فهم أولئك المفكرين الذين نذروا أنفسهم لدراسة الشرق بما فيه من ديانات، وبما فيه من آداب، وبما فيه من فنون، وبما فيه من لغات، أرادوا دراستها للتفتيش لمعرفة محتواها. ولا شك أن الأديان تأتي كدعائم للحضارات دائما، لأن الرسالات حينما نزلت تعلمها الناس كوحي منزل من قبل الأنبياء والمرسلين جميعا، دارت حولها الأفكار، ودارت حولها التعاليم، واتخذها الناس سلوكا، واتخذها الناس منهج حياة. ومن التراكمات التي وجدت عند البشرية جمعاء من تلك الخبرات، وجدت معارف، ووجدت أفكار، ووجدت قوانين، ووجدت حكم، ووجدت مواعظ استحقت النظر فيها والدراسة. حينما نظر الغربيون، ما الذي دعاهم إلى النظر إلى الإسلام؟ أولا إن عظمة هذا الدين وقوة حضارته وأنوار نصوص الوحي التي تجلت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فجرت الينابيع الكامنة أو كوامن النفس البشرية التي كانت موجودة آنئذ، فخلقت حضارة إسلامية جديدة صدعت بأنوارها على الغرب.
سيجرة هونيكا كانت تقول: لقد صنع الإسلام من البساطة حضارة نعم أطلت شمسا على الشرق والغرب على حد سواء. اسمح لي دكتور عبد الرحمن، سأنتقل للشيخ مبارك، وحضرتك يمكن فتحت الموضوع بشكل يحرض على أسئلة أكثر وأكثر. إذن شيخ مبارك، يعني كيف أسهمت هذه الدراسات في خلق صورة ما عند الآخر عن الإسلام وعن سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وصحبه وسلم. أولا، يعني حينما يذكر اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: محمد إن نطقت الاسم فاحتشمي، وقل جلالا وعظم ذكر هادينا، محمد هل تعي ما نطقت به، من أجله خلق الأكوان بارينا، صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذه الذكرى العطرة لميلاد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وحين يعني ما رأيناه من تقرير ماتع عرض لمنصفين اطلعوا حقيقة على حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه جاء رحمة للبشرية، كما جاء في الحديث: إنما أنا رحمة مهداه. وهو كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتشمل هذه العالمين الحجر والمضر، البشر وغير ذلك من عوالم الجوادات وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع عليه كل منصف وصاحب فكر سديد قويم آمن بما لا يدع مجالا للشك أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية جمعا، فآمن به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من وحي. أما من ذكرت من المفسرين والفلاسفة والمفكرين وأهل الرأي والنقد وإلى آخره، فحينما غاصوا في جوانب شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلصوا إلى هذه النتيجة، وكانت النتيجة بالنسبة لهم هي دعاية للحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يوفوه حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدره ومقداره إلا خالقه سبحانه وتعالى. هم يعني اقتطفوا يعني نقطة من بحر فيض الحبيب صلى الله عليه وسلم من محاسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحين سئلت السيدة عائشة عن خلقي قال صلى الله عليه وسلم، أو قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. أسهمت هذه الأقوال في أن من تبصر ومن نظر وتدبر في هذه الأقوال لكبار الفلاسفة رد إلي عقله، إن كان مبغضا للحبيب صلى الله عليه وسلم لهوى في نفسه أو لشيء في قلبه أو اتباعا لمذهب من المذاهب الأخرى رده ذلك إلى صوابه وإلى عقله. أما الآخرين فهناك غير المنصف، وهناك من يدعو إلى الشهرة، وهناك من في نفسه حاجة قد يقضيها أو لا، وهم كثر، يعني مثير القلاقل ومثير الفتن كثر هم. فهذا نقول له: قد تنكر الشمس ضوء العين من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. نعم سيدي. في هذا الإطار دكتور عبد الرحمن، بندور على الدوافع اللي خلت في استشراق، في بحث دؤوب عن شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دراسات عن الإسلام. الدوافع دي كانت عند البعض يمكن شفناها زي ما بيقولوا البعض تنضح بالكراهية، والبعض ربما لم يكن منحازا بقدر ما كان منصف، حتى لم يقترب من الإنصاف حتى حينما تعرض للبعض الأمور. كيف ترى الصورة من زوايا مختلفة؟ الذين دفعتهم نوازعهم أو هواهم أو أغراضهم في اتجاه الكراهية كانوا لا ينظرون بعين المنصف ولا بعين الباحث ولا بعين المدقق. هؤلاء يضعون أيديهم على مواطن الخلاف التي تثير الجدل أكثر من المواطن الاتفاق التي تجمع. هؤلاء يريدون فقط أن يعبروا عن ذواتهم وعن أشخاصهم وعن أنفسهم وعن اتجاهاتهم الشخصية، لا أن يعبروا عن مستقبل الأمم. إن الذين هذا هو الصنف الأول الذي نظر إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النقد لا يتوافق مع المسار الإسلام الصحيح، ولا نرضاه نحن ولا
نرتضيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، بل لنا وكان للعلماء السابقين مع هؤلاء وقفة صححوا من خلالها تلك الأفكار الخاطئة. إزاي؟ نعم، حاوروهم، وضعوا لهم المؤلفات والمصنفات، دعوهم إلى النقاش الهادئ، دعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، بيّنوا لهم صحيح الدين. وحينما نقول نريد أن نبين للآخر صحيح الدين، لا أن نحتكم إلى آراء وإلى أفكار مجردة. صحيح الدين يؤخذ من منابعه الأصلية، يؤخذ من كتاب الله تعالى، يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نؤكد على حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤكدها الأقوال فقط، ولا نثبتها نحن بأقوالنا، ولا يثبتها غيرنا، بل أثبتها له ربه الذي أرسله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جلى نبيه وصفاه وجعله في أحسن هيئة ظاهرا وباطنا. جلاه ظاهرا، كانت له أن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم له من البهاء ومن الطلعة البهية بما يلقى الناس به من البشر ومن السرور ومن الفرح ومن التهليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نعمة الله عليه، وكان يقول حينما ينظر في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وهذه وقفة لا بد أن نعتبر منها من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه لا يكتفي الإنسان بحسن المظهر، جميل أن يكون الإنسان حسن المظهر في شخصه، بين أقرانه، بين من يعمل معهم، بين من يخالطهم في مجتمعه، فهذا أمر حسن. لكن الأجمل منه أن يزيد هذا الحسن حسنا بالخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبه الله سبحانه وتعالى السمت الحسن، ووهبه أيضا الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عليه: وذاكرا ذلك أدبني ربي فأحسن تأديبي. فجاء القرآن الكريم ليؤكد هذه المعاني في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن دكتور، يمكن اسمح لي في نقطة أو زاوية، من تكلموا في حق سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مؤمنين به، ولكن الزاوية، زاوية الرؤية كما يقول النقاد فضيلة الشيخ مبارك للشخصية، هم يعنيهم بالمقام الأول النتائج، هم يعنيهم بالمقام الأول فكرة المشوار، السيرة، ماذا حدث. حتى مايكل هارت يقول: المعايير لم أكن منحازا لمحمد، على عد قوله لم يكن منحازا، ولكن عنده معايير. التأثير الذي أثره سيدنا صلى الله عليه وسلم في العالم، سواء كان في حياته أو بعد مماته، الزاوية التي درس بها البعض شخصية سيدنا صلى الله عليه وسلم، فضلت الشيخ مبارك. نعم يا سيدي، هم يعني المستشرقين عكفوا على دراسة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب، لم يتركوا فيه شيئا إلا ودرسوا ذلك. من ناحية أن درسوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، سنته، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنصف منهم كما ذكرنا بأنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهداه طريقه المستقيم ومنهجيته العلمية إلى أن هذا نبي من لدن الله سبحانه وتعالى. وحتى نحن لا نعلم إن كان قد يكون مؤمنا، قد يكون قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا يعني من نفتش في قلوب أو في صدور الناس، وربما قد استمر على 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 ما اعتقده، ويأتي يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على ما اعتقده. نظروا إلى شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم ليفسروا كيف أن هذا النبي الأمي قد جمع العرب من شتاتهم وأقام دولة مدنية حديثة لها دستور تضاهي أكبر الديمقراطيات الآن في العالم، بل وله من التأثير أنه هو يعني من يقول يعني أحلى ألفونس دي لامارتين بيقول يعني ايوه دينا لامارتين بقى قول نعم يعني هو كده نعم يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم اقام 20 دولة مدنية على الارض ومملكة روحية في السماء. لذلك اقف عند من لامارتين لسيجريت هونيكا، المحامية الألمانية المستشرقة الألمانية، لما قالت: لقد صنع الإسلام من البساطة حضارة
أطلت شمسا على الشرق والغرب على حد سواء. نروح للتقرير ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معانا دايما. Jesus versus Muhammad. Peace be upon them both. Because both of them are prophets of Islam, and for that reason I will respect both, because they were the best of men to walk this earth. In regards to your first allegation of Prophet Muhammad, peace be upon him, marrying a minor, all I can say is that Islam is the only religion to actually prohibit the marriage of minors who have not reached the age of puberty. The truth is, in different times, in different places, in different contexts, the age for marriage varies. Even in US states, you have states that allow 13, 14 and 15. What age do you recommend? It varies. And since this is Jesus versus Muhammad, let's compare it to the context of Jesus. With none other than the best of women to have walked this earth, Mary, the mother of Jesus. She got married to Joseph, who was 90 years old when she was only 12 years old. You have to understand there is absolutely nothing wrong with this, because at different contexts, in different times, in different places, people mature and develop differently. You cannot simply compare the time and place of Muhammad, peace be upon him, to the time and place we're living today. Today we have iPhones and air conditioners and electric heaters, while in the time of Muhammad, peace be upon him, they were living in the middle of the desert. You cannot simply compare the two. And another really important thing to note is that Muhammad, peace be upon him, has been criticized ever since the time of prophethood for an entire 1400 years. But it wasn't until 1905 that the issue of his marriage with Aisha actually became an issue. Why is this? Because it was an absolute norm. They had developed faster, matured faster, and weren't like the woman of today. The next issue of multiple wives you brought up, firstly read your Bible. Abraham, how many wives did he have? Two. Sarah and Hagar. Prophet Solomon, 700 wives and 300 concubines. The issue of multiple wives is a famous criticism, but if you were to put the pieces to the puzzle, they don't really match. If Muhammad, peace be upon him, wanted all these wives to fulfill his own desires, it doesn't really make sense when the tribe of his time offered him the best of women, the most beautiful and fancy of women, but he rejected them. It really doesn't make any sense. It's also important to note that out of all of his wives, all of them were ex-divorcees or widows, except for one. This is not a man who was chasing after his desires as you make him out to look like. It's a man who cares about women that will be left with no other man to take care of them. It's a man who cares about the importance of community, the importance of looking after one another. And also a very important thing to note is that Islam actually prohibits the marriage to more than one wife. If you are incapable of catering physically, financially, and mentally to more than one wife, you are prohibited. And even still, if you are capable, you have the financial means, and you are physically capable to cater for more than one woman, you are prohibited if you do not know how to deal justly with them. And since you brought up the issue of adultery, I'm just going to let you know that 30 to 60% of couples in the US actually fall into infidelity. And Islam teaches jihad too, and we don't shy away from it. Contrary to what you said, war waging Muhammad, having never been tortured or persecuted to the... We were persecuted. The companions of Muhammad were tortured severely. Sumayya, a female companion of Muhammad, peace be upon him, had a spear driven through her private part simply because she believed in Allah, believed in the one God. Bilal, the first black man to accept the message of Islam. He was an Ethiopian slave. He accepted the message of Islam and he was given rights at a time where there were no rights for his people. He was tortured for this. Even in USA, these people weren't even given rights until 100 years ago. Black people weren't even considered human beings. After many years of forbearance, after many years of persecution, after many years of torture, finally Allah had given permission to Muhammad to fight. Sure, we can give him the other cheek, but that would only result in a whole lot of dead Muslims. So Islam gave him the rights to stand up for yourself. As it says in the Quran, fight for the sake of the oppressed from the men, women and children. And Islam even made responsibility on everyone participating in war. You do not hurt the trees, you do not hurt the elderly, the children, the women. Where are your ethics of war like we have ethics of war? I have two words for you. Predator drones. The children in Libya cannot even turn the other cheek because their cheek's blown off from your drones. And lastly, you wanted to talk about his death. Yes, his final words were, "Do not turn my grave into a place of worship."
because he didn't want people to start worshipping him. Because the message of Islam was never to turn Muhammad into a god or praise him excessively. When Muhammad, peace be upon him, died, the companions couldn't walk. They couldn't speak. They couldn't talk with one another. They were so shattered. Some of them had to deny that he was even dead because they couldn't believe it. It was too much for them to grasp. And you want to come out, make a mockery out of his death. Shame on you. In our religion, it is prohibited, 100% prohibited, to make a mockery out of anyone else's belief. And you want to make a mockery out of ours. Shows what values you have. And everyone else that had to watch this video, I'm sorry we had to go through this. But we really have to show the world who Muhammad, peace be upon him, really was. He was nothing like what they say. Rather, he was the best of men to walk this earth. And if you read his book for yourself, read his life, read his seerah, you would see for yourself what kind of man Muhammad, peace be upon him, was. أن تخاطب الآخر أو أن تخاطب الغرب لابد وأن تخاطبه بلغته. لغته ليست اللغة الإنجليزية أو اللغات المختلفة، ولكن هي أدوات الحوار المختلفة، من منطق، من شواهد حقيقية، من دلائل. هو لا يعنيه الكلام المرسل أو الكلام العناوين البراقة، ولكن يعنيه النتائج، يعنيه دلائل ملموسة. دكتور عبد الرحمن، وإحنا بنتكلم على فكرة النقلة الحضارية، ويمكن ده ميزان كان بيزن به المستشرق أو المفكر الغربي ما حدث للعالم بوجود سيدنا صلى الله عليه وسلم، من زاوية الدراسة لسيدنا صلى الله عليه وسلم. كيف كانت هذه النقلة ميزان لدى المستشرق؟ المستشرقون كما قلنا يعملون عقولهم ويقرؤون ويفكرون ويدققون، ولا تأخذهم العاطفة الجياشة في الأحكام غالباً. فينظروا، فحينما نظروا إلى مظاهر الشعائر الإسلامية مثلا، نظروا إلى أداء الصلوات عندنا، الصلوات الخمس، كيف ينادى إلى هذه الصلاة، كيف يدخل الناس جميعا في مكان واحد، يقفون في صف واحد، يتساوى كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، على كافة المستويات جنبا إلى جنب. هم أخذوا من مبدأ المساواة هذا نداء يقول إن الإسلام هو من أعظم الأديان التي دعت إلى المساواة والديمقراطية. نحن هذه تمثلنا في شعائرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أننا جماعة نقف صفا واحدا، يأمنا إمام تحمل في دلالاتها وفي رمزيتها تماسك الأمة، تماسك الجماعة الصغيرة في المسجد، تحمل رمزية تماسك المجتمع، تحمل رمزية تحديد الهدف خلف قائد واحد، أمة تعرف طريقها، أمة تعرف أهدافها. هكذا هم ينظرون إلى سلوكنا. أما من ناحية النقلة الحضارية، فهم ينظرون إلى المعايير الشخصية أو إلى الأشخاص الذين أثروا في التاريخ بسلوكهم وبأفعالهم، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطى خطوة كبيرة بالإنسانية. من أمة كانت في التيه، كانت في ظلمات الجهل، كانت في تعج في التخلف وفي الخرافة، إلى أمة بدأت تخطو خطواتها نحو التقدم، نحو الرقي الحضاري، نحو العلوم، نحو ما يأخذ بيد الإنسان من ناحية الكرامة الإنسانية، ما يأخذ من ناحية الإنسان من ناحية إعطائه حقوقه التشريعية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى المعاملة مع غير المسلمين. نظروا فوجدوا أن عظماء الدنيا كلهم يأتون لفترة زمنية محدودة ثم يمرون ويأتي غيرهم. فما الذي جعل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته باق إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ بس كمان في تزايد مضطرد، في تنامي. تحدث البعض عن الاشتراكية، تحدث البعض عن الرأسمالية، كانت تلك النظريات مرتبطة بفترات انفعل بها العالم وأصبحت هناك موجات، موجة تتلوها موجة، وجاءت نظرية أخرى لتبطل ما سبقتها. ولكن يأتي الإسلام، يأتي كل ما نهتدي به من هدي سيدنا صلى الله عليه وسلم، متنامي عند البشر. اليوم المسلمون في تزايد التقبل ما
ما ننتجه أو ما تقبله ما أنتجته الحضارة الإسلامية، وإن كان هناك في اختراب لابد وأن نعود لنبدأ من جديد أو ننفعل أو يكون العالم يشعر بوجودنا. فكرة الأقليات المسلمة الموجودة في الغرب هل لها دور في تصحيح ما أفرزه الاستشراق أحيانا؟ صحيح، ده حقيقي. وقبل ذلك يعني اني سبب اني زياده واضطراد الناس انها تعتنق الاسلام في الغرب او في الامريكيتين او حتى في شبه القاره الهنديه او حتى في روسيا الى غير ذلك، لان الاسلام هو دين الفطره السويه. نعم. فهذا الدين كما قال الله سبحانه وتعالى الدين الاسلامي نعم، ان الدين عند الله الاسلام، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا من الدلالات أن الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعث به من لدن الله سبحانه وتعالى هو دين الحق ودين الهداية. تعليق الدكتور عبد الرحمن. شهادة أخرى يشهد بها عالم بارز يعرفه كل المشتغلين بالحقل العلمي، ألا وهو أينشتين. لا يجهل لو أحد في مجاله والذي برز فيه. نعم، صاحب النسبية. نعم، الحركة. نعم، أينشتاين يستمد من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حلا حتى للمشكلات التي نعاني منها الآن. يقولون أنه قدم إليه شاب فلسطيني، هذا من عجيب ما قرأت يعني، أو كان أمرا جديدا علي حينما ضلعت، أنه استخدم شابا فلسطينيا إلى مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، وقال له: لماذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم استطاع، بدل أن يجعل اليهود أيديهم فوق يده، استطاع هو أن يضع يده فوق أيديهم فملك زمامهم؟ فلماذا لا تملكون أنتم زمام اليهود اليوم وتضعون أيديكم في أيديهم لتحلوا المشكلة الفلسطينية؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان باقيا بحكمته إلى اليوم لحلت هذه المشكلة ولحلت مشكلات كثيرة. إذن الغربيون ينظرون إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في حلول مشكلاته، كيف عاهد المخالفين من اليهود، وكيف استطاع بحكمته أن يقود سفينة النجاة بالأمة الإسلامية لتستمر هذه الأمة ولتبقى، لا لتصطدم بالآخر وتنتهي. لذلك تولستوي كمان ليه كتاب حكم النبي محمد. جو برنارد شو الكاتب الإيرلندي المولد الإنجليزي الذي عاش في إنجلترا كان ساخرا، وكانت له كتابات يعني تلغرافية ورسائل تلغرافية، كان يقول بإمكان محمد أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. أأتي إلى نقطة مهمة جدا وهي زاوية الواقعية. يقولون في الغرب إسلام is realistic religion، الدين الواقعي جدا. إلى أي مدى بينظروا إلى واقعية الإسلام وأحيانا يستقون من أحكامه، يستقون من رؤاه في حل مشاكل عندهم؟ نعم، هم يرون في واقعية الإسلام، لأنه كما أخبرنا أنه دين الفطرة السوية، وهو دين يعني حل المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى هذه الأمة، الأمة العربية اللي كانت مفككة وكان القتال والتناحر، فألف الله به بينهم، فخرجت للعالمين أمة قوية مبنية على الدين الإسلامي. ثم حين يرون الواقعية، واقعية الشيء، أن الإسلام يطرح حلولا ممكن إجراء على أرض الواقع بعيدا عن النظريات والأوتوبيات وغير ذلك. منها مثلا كان في منشورات موجودة نشرت في بريطانيا، أن بجوار الكلدير المياه وأماكن السقيا للمارة وضع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار وغير ذلك. يعني في أماكن أخرى أيضا بالنسبة للرفق للحيوان، بالنسبة ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، صحيح، وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات، لأن هي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحين هم يرون ذلك فعليا واقعيا. الآن الأزمات اللي بيعيشها العالم يعني بالنسبة للانبعاث الحراري وظاهرة المناخ والتطورات وإلى آخره، كل ذلك لو احتفظوا بحق الطبيعة
التي نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتك بالبيئة، نعم، التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو أو جوهانسبرغ، نعم، يعني قمة الأرض كان هي مشكلتنا ومشكلة التنمية المستدامة، نعم، علاقتنا بالبيئة اللي احنا عايشين فيها، نعم. فعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم أو علاقة المسلم التي يستوحي فعاله كلها من النبي صلى الله عليه وسلم من تعليماته والتشريعات التي جاء بها من الله سبحانه وتعالى، فتجعله أنه يتفاعل مع البيئة المحيطة به. المسلم الغربي لابد له أن يندمج اندماج إيجابي يعود إلى خدمة قضايا أمته المصيرية. لذلك لابد وأن نبحث الآن يعني في دقائق معدودة في نهاية هذه الفقرة، ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به المسلم الذي يعيش هناك في الغرب لكي يتواصل أيضا، لأن الاستشراق أخذ طور جديد دكتور عبد الرحمن ولا نعم. إيه؟ نعم، الاستشراق أخذ طورا جديدا ناحية الدراسات الاجتماعية أو ما يسمى بالإنثروبولوجي أو الدراسات الإنسانية التي تركز على السلوك الاجتماعي وتركز على مكونات المجتمع. وهنا الغرب ينظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البناء الاجتماعي. الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على البناء المجتمعي، بل دعا إلى هذا التماسك ليكون العالم كله وحدة واحدة يشعر أهله فيه بالتآلف، لا بالتنافر، لا بالكراهية، لا بالأحقاد، لا بالعنف، لا بأن يشهر كل واحد منهم سلاحه على الآخر. هذا الملمح رصده الغربيون وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، كما ابتدأت الحديث مع حضراتكم بقوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أيوة، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ودينهم واحد. اتجاه نحو البناء، نحو التآلف، نحو الأخوة. انظر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام رب العالمين، والقرآن الكريم هو آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خير دليل نستدل به على صدق النبي هو كتاب الله تعالى. انظر معي في خواتيم سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا ملمح البناء الاجتماعي في الأفكار وفي الدعوة إلى دين الله وإلى الهداية التي يتمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بشيرا وهاديا ونذيرا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، مش للمسلمين بس، للمسلمين وللعالمين، للبشر والحجر، لكل الكائنات التي تحيا على هذه الأرض. بشكر حضرتكم شكرا جزيلا، بشكر الدكتور عبد الرحمن عباس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وبشكر الشيخ مبارك حسين الإسناوي المعيد بكلية اللغات والترجمة. شكرا على هذه الإطلالة السريعة، والكلام طويل وكثير، الكلام الرائع الجميل. نيلسون مانديلا المناضل الإفريقي قالوا له لما طلعت من السجن وحبيت من المعتقل بتاعك وحبيت تنهض بجنوب إفريقيا وانت عندك 4 أعراق مختلفة، عندك 10 تيارات سياسية، تعمل ايه؟ قال رحت لنبيكم صلى الله عليه وسلم، ولقيته لما رجع مكة كان في كامل عدته وعتاده، وكان بإمكانه أن يأخذ بالثأر وأن يثأر لنفسه. أبدا ما فعلها صلى الله عليه وسلم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كل عام وأنتم بخير.